صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها. البداية مع المهمة الأولى عربيا التي شهدت إنجازا تاريخيا جديدا للإمارات بوصولها إلى القمر، حيث تصدر هاشتاغ الإمارات إلى القمر وهاشتاغ المستكشف راشد منصة تويتر في الدولة بعد انطلاق المستكشف الفضائي الإماراتي راشد نحو القمر في مهمة هي الأولى عربيا والرابعة عالميا. ويحمل المستكشف راشد مركبة الهبوط اليابانية هاكوتو آر على متن صاروخ الإطلاق سبيس إكس فالكون 9. الرحلة سوف تستغرق نحو 5 أشهر بعد الإطلاق، فيما من المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر بحلول أبريل القادم. وتداول المغردون الوسوم معبرين من خلالها عن مشاعر الفخر بهذا الإنجاز التاريخي الذي يشكل نقطة تحول مهمة في مجال الفضاء لدولة الإمارات والوطن العربي، مشيدين كذلك بقدرة دولة اللامستحيل على تحقيق المستحيل. كثير ما تحدث آخر سرعات التكنولوجيا الجدل في العالم الافتراضي، وهذا ما حدث مع تطبيق غزا العالم مؤخرا حتى أصبح متداولا على نطاق واسع عربيا وعالميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث هنا عن تطبيق تحرير الصور لينسا AI الذي شهد إقبالا هائلا في الآونة الأخيرة بعد إضافة ميزة الصورة أو الصور الرمزية السحرية ماجيك أفاتار التي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو غير مسبوق. وما بين الشد والجذب حول الخصوصية التي يوفرها التطبيق، فقد قفز إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق في الوقت الحالي إلى 20 مليون، في حين بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 1,600,000 عملية تنزيل مقارنة مع 220,000 عملية تنزيل في أكتوبر الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 600%. ومفاجأة غير سارة لرواد منصة تويتر وتحديدا مستخدمي آيفون، حيث أعادت المنصة اعتبارا من اليوم إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة في علامة التوثيق الزرقاء ولكن بسعر أعلى. وذكرت شركة التواصل الاجتماعي عبر تغريدة لها أن قيمة الاشتراك الشهري ستبلغ 8 دولارات للشراء عبر شبكة الإنترنت و11 دولارا شهريا عبر متجر تطبيقات iOS الخاص بأجهزة أبل. ولم تشرح تويتر سبب فرض رسوم على مستخدمي أبل أعلى من غيرهم على شبكة الإنترنت، لكن يقال أنها تبحث عن طرق لتعويض الرسوم المفروضة في متجر التطبيقات. وإلى الحدث الكروي الأهم حاليا، كأس العالم بما يحمله من مفاجآت تجعل منه مادة دسمة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. وبفوز المغرب على البرتغال عاد النجم المغربي ياسين بونو ليسرق الأنظار من جديد، ليس فقط بأدائه المتميز داخل الملعب وإنما بحضوره القوي في المؤتمرات الصحفية أيضا وتعمده إيصال رسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة، حيث رفض بونو الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب والبرتغال قائلا: ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم. تصرف بونو هذا أغضب الصحفيين الأجانب لأنهم يعلمون أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه رفض التحدث بأي منها. وعقب تأهل المغرب للنصف النهائي احتفل حارس المرمى المغربي على طريقته الخاصة برفقة طفله الصغير من داخل الملعب في لحظات مميزة انتشرت في فيديو طريف حظي بملايين المشاهدات والإعجابات. وطبعا لا يمكن الحديث عن الأكثر تداولا في كأس العالم دون الحديث عن أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي فطر قلوب محبيه وكل من يعشق الساحرة المستديرة عندما خرج من الملعب باكيا بعد خسارة منتخب بلاده أمام المغرب. وأظهرت الكاميرات الدون الذيرته الكروية بحسب ما قال في أول تعليق له بعد الخسارة على صفحاته الاجتماعية، مؤكدا أن التزامه نحو البرتغال لم يتغير ولو للحظة.
ولأن الحديث عن واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم كان له وداعا مميزا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي نشر فيديو على الصفحات الاجتماعية الرسمية للاتحاد حمل تعليق أوبريغادو أي شكرا باللغة البرتغالية. ويأتي الفيديو بمثابة وداع للدون الذي لن يشارك في النسخة المقبلة من المونديال، حيث استعرض المقطع عددا من أهدافه في مسيرته مع المنتخب في البطولات السابقة. وأثناء استعراض اللقطات المختلفة تسمع أصوات العديد من المعلقين وهم يصفونه بأنه عبقري مطلق وأفضل هداف أوروبي في تاريخ كرة القدم العالمية، ويختتمون برسالة شكرا لك كريستيانو رونالدو. وإلى واحد من أكثر الفيديوهات تداولاً أيضاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، يظهر لقطة مؤثرة جمعت بين النجم البرازيلي نيمار وطفل يرتدي قميص المنتخب الكرواتي بعد خروج منتخب السامبا المفاجئ من الدوري ربع النهائي لكأس العالم يوم الجمعة. ورصدت عدسات الكاميرات الطفل الذي تبين لاحقاً أنه ابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريزيتش، وهو يحاول الاقتراب من نيمار ليتم منعه من الوصول إليه في البداية، لكن النجم البرازيلي طلب منهم السماح له بالاقتراب ليقوم بعدها بمصافحته ومعانقته في لحظة وصفها رواد المنصات الرقمية بأنها واحدة من بين الأكثر تأثيراً في المونديال والتي تعكس الروح الرياضية المميزة التي يتصف بها نيمار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم. عودة من جديد إلى ساندي ومحمد.